قامت اليوم عمدة بلدية أنجمينا مريم جمعة عباد بزيارة إلى بعض من دوائر العاصمة، وذلك من أجل الوقوف ميدانيا على كيفية سير العمل بما يخص تنظيف المجاري المائية. آدم حنفي فاضل كان هناك وفانا بهذا التقرير. بهدف تنظيف المجاري المائية بداخل العاصمة إنجمينة، قامت عمدة بلدية إنجمينة بزيارة إلى بعض دوائر العاصمة، حيث كانت البداية بالدائرة الثامنة، وذلك من أجل الوقوف على مجرى المياه الذي ظلت به المياه راكدة نسبة لتصرفات بعض السكان اللاوطنية الذين يضعون القمامة فيه. وفي قضون ذلك قد تحدثت عمدة الدائرة الثامنة فاطمة عبد الله حول أهمية المجرى وصرف المياه الصحية وما يتطلبه من السكان، طالبة منهم المساهمة في تنظيف المجاري وإبعاد القمامة منها. كما اتجه موكب عمدة البلدية إلى الدائرة السادسة حيث التقت مع مسائل الدائرة، مشيرة إلى أن الاهتمام بنظافة المجاري هو أمر ضروري. مثل ما هسه شاهدتوا إن جمعنا عندنا برنامج لنطلق الوساخة من الكانفو، ما لن نطلق الوساخة من الكانفو عشان هسه شهر ولا شهرين ده المهن الخريف بجي، والمهن الخريف كان جدا ده بس مجاري اللي هو بمشي فوقه. المجاري ده كان ما قدرنا مرقنا من الوساخة ده، الألم ما بمشي وبقدر باكل لين الشواري وباكل البيوت كلها. الدائرة الثالثة وعلى لسان عمرتها سامي ميشيل ميشو قد شكر كل من الوفد الذي يمثل البلدية برئاسة مريم جمع عبيدة على هذه البادرة التي من شأنها تنظيف وجعل المدينة خالية من الأوساخ. المستشار لبلدية إنجمينة محمد علي سنين قد طلب من جميع السكان الاهتمام بالنظافة التي تميز الإنسان عن غيره من الكائنات، مضيفا إلى أن البلدية تعمل إلى جانب السكان. هذا ونشير إلى أن اقتراب موسم الخريف هو المحرك الأساسي لعمدة البلدية لمثل هذه الاستطلاعات التي تشمل كل من تصليح الطرق وشق القنوات المائية ومجاري الصرف الصحي.